بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. كنا قد أنهينا من قبل الكلام على الأحكام الشرعية، ليس كذلك؟ ووقفنا عند الإجماع. نعم، فهذا هو الأصل الثالث من الأصول المتفق عليها، الأدلة. يعني الأصل هنا بمعنى الدليل، أي الدليل الإجمالي، فالأصل بمعنى الدليل. يعني هو بالمناسبة الدليل الإجمالي يفسر بتفسيرين عند الأصوليين، وكلاهما صحيح في قولهم أن أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية. فالدليل الإجمالي يفسر بنحو أن تقول الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، المصلحة، سد الذرائع إلى آخره. فهذه أدلة وهي إجمالية أي كلية، بخلاف وأقيموا الصلاة، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فهذه أدلة لكنها جزئية تفصيلية. ويفسر الدليل الإجمالي بقواعد الأصول نفسها، مثل الأمر للوجوب، النهي للتحريم، العام حجة فيما بقي بعد التخصيص إلى آخره. فهذه أصول أدلة، هذه تسمى أدلة. ثم هي أدلة إجمالية أي كلية، فإذا قلت الأمر المطلق يقتضي الوجوب لا يختص بجزئية واحدة كالصلاة مثلا، بل يشمل مسائل كثيرة من الصلاة والزكاة والصوم وبر الوالدين إلى آخره. واضح؟ فالأصل هنا بمعنى الدليل، وهو الأصل الثالث. وقلنا من قبل إن الأدلة المتفق عليها أربعة، ومن حكى الإجماع فيها لم يخطئ، فعلا هي متفق عليها، لأن الخلاف الذي يذكر في كتب الأصول هو خلاف لا يعتد به. وبهذا يجاب عمن يعني يستشكل ما يجده في بعض المصنفات الأصولية. يأتي بعضهم يقول الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإذا جاء عند الإجماع قال واختلفوا في حجيته، فكيف يقول متفق عليه ثم يرجع ويقول واختلفوا، ويذكر الخلاف والأدلة والمناقشات؟ وإذا جاء عند القياس قال اختلفوا فيه ثم يذكر أدلة ومناقشات، وهو الذي يقول أدلة متفق عليها. فالجواب أنه لا تناقض، لأنه يقصد بالخلاف هنا الخلاف غير المعتبر، إما لأنه صدر من غير أهله كالنظام يخالف حجية الإجماع أو إمكانه، وإما أنه صدر من أهله لكن لا يصح لكونه وقع بعد إجماع كالقياس. فإن الظاهرية خالفوا في حجية القياس، وهو ممن يعتد بهم في الخلاف والإجماع، لكنه خلاف وقع بعد إجماع، بل إجماع متكرر وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم، إجماع قطعي لأنه متكرر. وضح الإشكال وجوابه ولا أعيده؟ طيب. نعم، فمن يقرأ بصوت عالي المسمع يقرأ فيعرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: الأصل الثالث الإجماع، وهو اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة على أمر ديني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو حجة قاطعة، ولا يعتبر اتفاق من سيوجد ولا أصولي ولا مقلد أو فروعي أو نحوي ونحوه، ولا كافر متأول ولا فاسق. أحسنت. قال الأصل الثالث أي الدليل الثالث هو الإجماع، ثم عرفه بقوله وهو اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. الاتفاق طبعا هو احتراز عن وجود الخلاف ولو من واحد، فإنه لا يحصل به الإجماع. ثم المراد اتفاقهم، يعني اتفاقهم في اعتقاد شرعية الحكم، فيعم بهذا الأقوال
والأفعال والتقرير، واضح؟ يعني سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا كله يسمى اتفاقا ويسمى إجماعا. ثم قال مجتهدي، وهو احتراز عن العوام، فإن العوام لا يعتد بهم لا في الإجماع ولا في الخلاف، يعني إن وجدوا لا نقول لا يكون إجماعا حتى يوافق العوام العلماء، وإن خالفوا بعد إجماع العلماء لم يعتد بخلافه، فهذا معنى أنهم لا يعتد بهم لا في إجماع ولا في خلاف. وهو قال مجتهدي على الجمع، فيفيد ماذا؟ اتفاق جميعهم، وهذا طبعا معروف مما قبله، وهو قوله اتفاق، لأنه ما يتصور أن يكون إجماعا واتفاقا مع وجود الخلاف ولو من بعض. فقوله مجتهدي يعني جميع مجتهدي، اتفاق جميع مجتهدي. وقوله العصر يعني أي عصر، يعني أي عصر. ثم قال من هذه الأمة، فالإجماع من خصائص الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فاتفاق غيرهم من الأمم لا يعتبر ولا يحتج به. قال على أمر ديني، ولم يقل على حكم شرعي، فلماذا؟ من يعرف؟ يقول هو اتفاق المجتهدين على أمر ديني، لماذا لم يقل على حكم شرعي؟ أحد عنده جواب؟ طيب، الجواب أن الإجماع حجة ليس في الأحكام فقط، يعني قوله أمر ديني ليشمل الحكم ويشمل العلة ويشمل الحكمة ويشمل تصحيح حديث أو تضعيف حديث أو تأويل آية أو تفسير حديث، كل هذا حجة، جميعه حجة. يعني لو اتفقوا على التعليل بشيء، مثلا لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، وحكوا الإجماع على أن علة المنع من إصدار الحكم من القاضي هو تشويش الذهن، لأن تشويش الذهن يؤثر على الإنصاف والعدل في الحكم، فيكون حجة، حينئذ يمتنع الاجتهاد في العلة، كما يمتنع الاجتهاد في الحكم حين يقع عليه الإجماع. فإذا الأحكام والحكم والعلل وتصحيح النصوص، بأن لو اجمعوا على أن هذا الحديث صحيح فهو صحيح، ولو اجمعوا على أن ما في البخاري ومسلم صحيح نقطع بصحة هذا، ولو أجمعوا على تأويل مثلا وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه سبحانه وتعالى، لأنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فنقول هذا التأويل صحيح ولا يصح المنازع فيه، وهكذا. قال بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، نعم الإجماع لا تكون حجيته إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهو حجة قاطعة، وهو حجة قاطعة، فمن مزايا الإجماع أن حجيته قطعية ودلالته قطعية، يعني هو قطعي من جهتين، من جهة الحجية ومن جهة الدلالة، فهو مثل النص الخاص، يعني ما يحتمل تأويلا أو كذا، واضح؟ لكن قوله هو حجة قاطعة يعني من حيث كونه دليلا، يعني إذا قلت الكتاب والسنة الإجماع القياس، فالإجماع حجة قطعية، لكن من أنواعه ما هو ظني، من أنواعه ما هو ظني، كالإجماع السكوتي، فإن السكوتي وإن كان حجة عند أكثر العلماء إلا أنهم يقولون هو حجة ظنية، ولهذا لو عارضه ما هو أولى منه قدم عليه، بخلاف الإجماع الصريح، هذا ما يقبل أصلا اجتهادا ولا معارضة، واضح؟ طيب. ثم قال ولا يعتبر، يعني في الإجماع يعني لا يعتبر اتفاق من سيوجد، إنما اتفاق الموجودين، المعتبر هو اتفاق الموجودين حين بحث المسألة، حين بحثوا المسألة أو حدوث الواقعة، المعتبر هو اتفاق الموجودين لا من سيوجد بعدهم، وإلا لو اعتبرنا وفاق من سيوجد لم يتحقق إجماع أبدا، لأنه ما من عصر إلا ويأتي فيه مجتهدون، فلو انتظرنا أن تنتهي المجتهدون من الأمة
ولن يحصل هذا إلا يوم القيامة في آخر الزمان، فلا ينعقد إجماع البتة حينئذ، وهذا لا شك أنه باطل، لأنه يذهب فائدة الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، يصير ما له تأويل صحيح، ما له معنى صحيح، لأنه لا يمكن أن يوجد إجماع. قال: ولا مقلد ولا أصولي. في أكثر النسخ المطبوعة، وقلنا لكم من قبل إننا نصحح المتن قدر الإمكان بحسب النسخ المطبوعة الأخرى، وإلا هذا لا يغني عن مراجعة مخطوطات الكتاب، لأن هذا هو الأصل في التحقيق. ففي أكثر النسخ: ولا يعتبر اتفاق من سيوجد ولا مقلد ولا أصولي أو فروعي. يعني كلمة ولا مقلد تصير قبل كلمة ولا أصولي، والأمر يسير، يعني المعنى لا يختل. المقلد العامي لا يعتبر، لا شك لا يعتبر، كما ذكرنا آنفا لا يعتبر به لا في الإجماع ولا في الخلاف. قال: ولا أصولي، يعني ولا أصولي محض، لا علم له بالفروع ولا علم له بالخلاف، كحال كثير من المتكلمين، فإن كثير المتكلمين كانوا في الأصول يعني لهم معرفة واسعة، وصارت كتبهم هي العمد لمن بعدهم، لكنهم ليسوا من أهل الاجتهاد لعدم درايتهم بالفروع وعدم درايتهم بالخلاف. قال: أو فروعي، يعني فروعي محض، يعني في الفقه يحفظ الروايات والوجوه وما روي في المذهب، لكن ما يعرف ما معنى الأمر للوجوب، وما يعرف معنى أن الحاضر مقدم على المبيح، وأن النافي المثبت مقدم على النافي، ولا أن العام حجة بعد التخصيص، يقول هذه لا أعرفها. فهل هو مجتهد؟ لا. وشرط الإجماع كما قلنا أن يتفق المجتهدون. قال: أو نحوي، يعني محض، يعني نحوي لا يعرف إلا علم النحو ولا يعرف علوم الشريعة، فهذا إذن لا يعتد به. قال: ونحوه، نحو هؤلاء، مثل الأديب والبلاغي والمؤرخ إلى آخره، كلها هل يعتد بهم؟ لا يعتد بهم، هم علماء في تخصصهم، لكنهم عوام بالنسبة لأحكام الشريعة. واضح؟ ما أسمع. لا ما يمكن، الاجتهاد ليس أحكاما محضة، ليس الحكم بالحل مثلا أو الحرمة فقط، بل معرفة الحكم ومأخذ الحكم. فإذا لم يجتمع له الأمران، أن يعرف الفروع وأن يعرف مآخذ الأحكام، يعني الأدلة ووجه الدلالة، القاعدة الأصولية التي تكون وسيطا بين الحكم وبين الدليل، فمثل هذا ما يصار، ما يمكن أن يعرف الحكم، سوف يقلد غيره في بعض مقدمات الحكم، بأن يقول أنا ما أعرف الفروع ففي الأصول أقلد زيدا، صح؟ وعكسه عمرو، يقول أنا ما أعرف ليش الأصول فأقلد في الفروع عمرو، وهكذا، فهذا ما يصلح. لا بد من اجتماع صفة الاجتهاد فيه، والاجتهاد سوف يأتي معنا إن شاء الله، معناه وشروطه. قال: ولا كافر متأول. ولا كافر متأول، فالكافر حتى لو كان صاحب تأويل، فمثلا الخوارج، كان كثير من العلماء يحكم على الخوارج الذين خرجوا أيام علي رضي الله عنه وأيام عثمان رضي الله عنه على أنهم مرتدون، هذا كثير الحكم هذا ورد عن كثير من أئمة السلف، لأنهم مكذبون لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي في الجنة وهم يقولون في النار، فهم مكذبون لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء هل متأولون؟ الجواب نعم متأولون، فلا يعتد بهم، ولا يعتد بغير المتأول من باب أولى، إذا لم يعتد بالكافر المتأول فغير المتأول من باب أولى. قال: ولا فاسق. ولا فاسق، الفاسق قد يكون مجتهدا لكن لا يعتد به، يعني الفاسق قد يكون مجتهدا لكنه لا يعتد به في الإجماع، إنما يجتهد لنفسه هو، واضح؟ يجتهد لنفسه ويلزمه الحكم الذي وصل إليه باجتهاده، لكنه لا ينعقد به الإجماع، فلا يعتد به لا في إجماع ولا في خلاف، لا يعتد به في الإجماع
ولا ينقض قوله الإجماع إن خالف. لماذا؟ لأنه الآن في مقام الإخبار. الإجماع ما معناه؟ معنى أن كل هؤلاء المجتهدين زيدا وعمرا وسعدا إلى آخر المجتهدين يخبرون عن حكم الله تعالى في المسألة، والفاسق هل يقبل خبره؟ ما يقبل، ولأنهم يشهدون على الناس، يقيمون يعني يبينون هذه الأحكام للناس، صح؟ والله تعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالفاسق هل هو يتصف بصفة العدالة والوسطية في الدين؟ لا. قال ولا يختص بالصحابة رضي الله عنهم، بمعنى أن الإجماع يكون للمجتهدين من الصحابة رضوان الله عليهم، وللمجتهدين من التابعين، وللمجتهدين لأتباع التابعين، وهكذا إلى يوم القيامة. لأن أدلة الإجماع لم تخصص، بل جاءت مطلقة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولا أحد يقول إن كلمة أمتي من العام للمراد به الخصوص، أي خصوص الصحابة، ما أحد يقول هذا التأويل. ولا إجماع مع مخالفة واحد معتبر كاثنين وثلاثة، والتابعي معتبر مع قول الصحابة، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع، ولا ينعقد بأهل البيت. إله أحسنت. قال ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة. كلمة معتبر ليست من المتن فيما يظهر والله أعلم، مع أنها صحيحة في المعنى، المعنى هي صحيحة. طيب، وهذه المسألة طبعا سبق أن ذكرناها في أول تعريف الإجماع. فإذا خالف واحد من المجتهدين والبقية اتفقوا على الحكم، فإن هذا لا يكون إجماعا ولا يكون حجة، يعني لا يكون إجماعا ولا يكون حجة، لأن الحجية تثبت للإجماع، وهذا الإجماع غير موجود أصلا. قال والتابعي معتبر مع الصحابة. كلمة قول أيضا ليست من المتن فيما يظهر والله أعلم. نعم، فالتابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد، التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يصير مثلهم من حيث الاعتداد به في الإجماع وفي الخلاف، يعني في نقض الإجماع. واضح؟ مثل سعيد بن المسيب بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة، والحسن البصري والنخعي وجماعة كثيرة من التابعين رضي الله عنهم. قال وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. إجماع أهل المدينة وحدهم يعني. تفضل. سؤال؟ أي ما في، يعني تقصد الفرق بينهما؟ لا لا، الذي قبله ولا يعتبر اتفاق من سيوجد، يعني المعتبر في الإجماع هو اتفاق المجتهدين الأحياء الموجودين الآن عند وقوع الحادثة. ما نقول ننظر بعد اتفاقهم ونتمهل وننتظر إلى أن يولد الجيل الثاني ويصيروا مجتهدين وننظر هل وافقوا أو خالفوا. واضح؟ لكن هذه مسألتنا، أن يوجد تابعي مثلا في زمن الصحابة وبلغ مثلهم رتبة الاجتهاد. واضح الفرق؟ جزاك الله خير. طيب، قلنا إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون، قال ليس بحجة، ومن باب أولى أنه لا يكون إجماعا. إذا لم يكن حجة لم يكن إجماعا، لأنك إذا نفيت الأعم انتفى الأخص تبعا له ولا عكس. فإذا لم يكن حجة فلا يكون أيضا إجماعا من باب أولى. نعم، يعني إذا اتفق أهل المدينة على وحدهم على شيء فإنه لا يصير إجماعا ولا حجة، بل لا بد من وفاق غيرهم، كاتفاقهم مثلا أهل المدينة على أنه لا يثبت الخيار في البيع، لا يوجد مثلا خيار البيع، مثلا خيار البيع ما كان عندهم زمن الإمام مالك رضي الله عنه. واضح؟ فهذا هل نقول إجماع؟ لا، لا ليس إجماعا ولا حجة. قال
وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع، يعني حتى لو اتفق الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين مع مخالفة مجتهد صحابي أو غير صحابي فإنه لا يكون إجماعا، لكن هل يكون حجة؟ هو هنا قال ليس بإجماع وسكت عن كونه حجة أو ليس بحجة، فهذا محل بحث، هل يكون قول الأربعة حجة أو لا، هذا يعني محل بحث. أما أنه يكون إجماعا فهذا لا شك أنه ليس بإجماع، لأن الأربعة رضي الله عنهم هم بعض المجتهدين وليس جميع المجتهدين. قال ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، يعني من بلغ رتبة الاجتهاد من آل البيت رضوان الله عليهم لا يكون اتفاقهم إجماعا، يعني ما ينعقد الإجماع لأنهم بعض المجتهدين وليس كل المجتهدين. ويوجد في بعض النسخ المطبوعة بعد كلمة بأهل البيت كلمة وحدهم، ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، وهذه الزيادة لا بد منها. لماذا؟ لأن أهل البيت رضوان الله عليهم معتبرون إذا بلغوا رتبة الاجتهاد، ولا شك أن فيهم مجتهدين وهم ينعقد بهم، لكن وحدهم لا، وحدهم لا يكون إجماعا لأنهم بعض المجتهدين، أما أنهم يعتبرون فلا شك في هذا لأنهم من جملة المجتهدين. تفضل يا شيخ. هذا العلماء تأولوا الحديث بأن المراد الاقتداء بهم في السياسة العامة في الأدب والسياسة العامة فقط، لا في أن هذا حلال وأن هذا حرام، لأن هذه الأحكام تتبع الاجتهاد كثير منها، وهم قد يصيبون وقد يخطئون لأنهم من جملة المجتهدين. واضح يا شيخ؟ نعم، جزاك الله خير. تفضل يا شيخ. صح، أحسن، جزاك الله خير، سؤال جيد. نعم لا شك هذا، هو لو قال مع مخالفة مجتهد آخر لكان أولى في العبارة، لما قاله قبل قليل من أن الصحابة وغير الصحابة سواء إذا بلغ التابعون رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة. جزاك الله خير. طيب تفضل يا شيخ. ولا يشترط عدد التواتر، ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، ولا إجماع إلا عن مستند، ويثبت الإجماع بنقل الواحد، ومنكر للإجماع الظني لا يكفر. نعم أحسنت. قال ولا يشترط عدد التواتر، يعني في المجتهدين المجمعين لا يشترط أن يبلغوا عدد التواتر، بل يكفي أن يكونوا أقل الجمع أو أقل من حتى اثنان، لأن إذا اصطلح اثنان على حكم فهو يسمى اتفاقا، واضح؟ يسمى اتفاقا، يقال وافق زيد عمرا، فيكفي اثنان فأكثر. وبعضهم قال يكفي واحد، يعني لو فرض هذا، لو فرض أنه كان مثلا في آخر الزمان قل عدد المسلمين ثم تبعا لذلك قل عدد المجتهدين، فإن العلم يتناقص إلى يوم القيامة، ولم يبقى من المجتهدين في الأمة إلا واحد، فقوله عند بعض العلماء أنه حجة، لأنه هو وحده المجتهدون من الأمة في عصر، من وجد من المجتهدين هو المجتهد في عصره. نعم. قال ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، يعني عصر المجمعين أنفسهم، مثلا عصر الصحابة رضوان الله عليهم إذا اتفقوا في خلافة مثلا عمر رضي الله عنه على حكم، فهل يكون الحجية بمجرد الاتفاق أو ننتظر إلى أن يموت هؤلاء المجتهدون وهم مستمرون على القول بالحكم في المسألة؟ الجواب أن الحجية والإجماع تثبت بمجرد اتفاقهم، ولا يتوقف في انعقاد الإجماع وحصول الحجية إلى أن يموت هذا الجيل وينقرض عصرهم، لا ينتظر هذا، واضح؟ وفائدة هذا أنه بمجرد اتفاقهم صار حجة عليهم وعلى غيرهم، بمعنى أنهم هم أنفسهم الذين نظروا في المسألة واجتهدوا، لا يحل لهم بعد ذلك النظر في المسألة والاجتهاد وتغيير الحكم،
واضح؟ لأن أدلة الإجماع مطلقة ما قيدت. هل يوجد في الأدلة التي ثبتت بها حجية الإجماع دليل يشترط أن ينقرض العصر وهم مستمرون على الحكم؟ لا يوجد، وحينئذ يجب أن نعمل بإطلاق النصوص، هذا هو الواجب. قال: ولا إجماع إلا عن مستند. لا إجماع يعني هو نفي، لا إجماع نفي للجواز ونفي للوقوع أيضا، يعني لا يجوز أن يحصل اتفاق عن غير مستند، وأيضا نفي الوقوع. لا يمكن أن يوجد في الأمة إجماع إلا وهو أهله استندوا إلى دليل. فقوله مستند المراد به الدليل، سواء كان آية أو حديثا أو قياسا أو اجتهادا إلى آخره. قال: ويثبت الإجماع بنقل الواحد. يعني الآن كيف نعرف إجماعات من قبلنا؟ فهل نشترط في الإجماع أن يبلغ الناقلون عدد التواتر؟ لا، يكفي أن يكون الناقل ثقة، أن يكون الناقل ثقة، مثل ابن المنذر وهو أشهر وأحسن من ينقل الإجماع في مصنفاته، ومثل ابن عبد البر رحمهم الله جميعا. قال: ومنكر الإجماع الظني لا يكفر، بخلاف القطعي، لأن الإجماع قد يكون قطعيا كالإجماع على وجوب الصلوات وتحريم الربا إلى آخره، وقد يكون ظنيا يحتاج إلى بحث وتتبع ونظر هل صح الإجماع هذا أو لا، وقد يكون ظنيا من جهة الحجية كالسكوتي. فمنكر الإجماع السكوتي مثلا هل يكفر؟ لا، إنما يكفر من أنكر القطعي. هذا ما يتعلق بالإجماع. والآن سوف ينتقل إلى الدليل الرابع المتفق من الأدلة المتفق عليها، وهو القياس. نعم، تفضل يا شيخ. الأصل الرابع القياس، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، وأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع. ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظناً، ومساواة حكمه حكمه. أحسنت. أضيف بعد هذا ثلاثة جمل سقطت من المتن وتوجد في بعض النسخ، بعد كلمة مساواة حكمه حكمه بعدها أكتب: والقياس جلي وخفي. أعيد، ها؟ بعد آخر شيء، بعد آخر جملة، بعد كلمة ومساواة حكمه حكمه بعدها أكتب: والقياس جلي وخفي. الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق. الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق. الجملة الأخيرة: ويجوز التعبد بالقياس عقلا. قال: الأصل الرابع، الأصل كما قلنا بمعنى الدليل، الدليل الإجمالي الرابع المتفق على حجيتها هو القياس. ثم عرفه فقال: وهو حمل فرع على أصل. عبر المصنف رحمه الله بحمل، وبعضهم يعبر برد، وهو وكلاهما بمعنى واحد، وهو يعبر عن مذهب صاحبه، وهو مذهب أكثر العلماء أن القياس عمل المجتهد وليس دليلا في نفسه. أما من يرى أن القياس دليل في نفسه فإنه يعرف القياس بأنه مساواة فرع لأصل، يعني هما مساواة فقط كشف عنها المجتهد. أما من يراه عمل المجتهد بالنظر والاستدلال فيقول هو حمله. إذن الذي يحمل من هو؟ المجتهد. إذن عمله يحمل فرعا على أصل. فحمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، وقد أحسن المصنف رحمه الله حين قال لجامع ولم يقل لعلة، لأن بعضهم يعرف يقول حمل فرع على أصل لعلة تجمع بينهما، والأحسن أن يقال لجامع. لماذا؟ لأن الجامع قد يكون علة
وقد يكون حكما شرعيا، وقد يكون مجرد شبه، شبه في الأوصاف الحسية أو الحكمية، واضح؟ وقد يكون الجامع فقط أنه لا فرق، بأن تقول أنه لا فرق بين الفرع والأصل، يسمونه قياس لا فارق، يعني القياس بنفي الفارق، فإن فيه جامعا وليس علة، واضح؟ يسمونه القياس في معنى الأصل، أو القياس في معنى النص، أو قياس لا فارق، أو القياس بنفي الفارق، مثل يعني مثلا ثبت في الحديث أن المحرم بحج مثلا أو عمرة، إذا حرك يديه بشعر رأسه في الغسل اغتسل، احتاج أن يغتسل، فنزلت شعرات في يديه من رأسه، عليه شيء في هذا الشعر؟ ما عليه، هذا ورد النص فيه، صح؟ طيب لو حرك يديه في شعر ذراعه أو ساقه أو سائر بدنه وخرج شعرات في يديه، عليه شيء؟ ما عليه شيء، قياسا. هذا القياس هل يحتاج العلة؟ ما يحتاج، لأن هذا في غاية القوة، هذا كأنه منصوص عليه، هذا يسمونه القياس في معنى النص، وهذا يوجد فيه جامع. فالأركان الأربعة التي تؤخذ من التعريف وما سيذكره بعد ذلك موجودة في كل قياس، موجودة في كل قياس، سواء كان قياس علة أو قياس شبه أو قياس دلالة أو قياس غلبة أشباه أو قياس عكس أو قياس في معنى الأصل، جليا كان القياس أو خفيا، فإنه كلها فيها الأركان الأربعة. قال: وأركانه أربعة، وأركانه أربعة. الأصل طبعا في بعض النسخ، باقي النسخ ليس فيه كلمة أربعة، هكذا: وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع، لكن المعنى لا يتغير. نعم، الأصل هو المقيس عليه، الحكم الذي ثبت بالآية أو الحديث أو الإجماع. الفرع هي المسألة الجديدة أو صورة النزاع فيما إذا كانت المسألة خلافية، واضح؟ إذا الفرع هو المسألة النازلة الجديدة أو النازلة القديمة التي وقع فيها الخلاف وتريد أن تقيس، أن تثبت حكمها بالقياس. حكم الأصل، الحكم الذي ثبت للأصل في النص أو في الإجماع أو في النص أو في الإجماع وتريد نقله إلى الفرع. الوصف الجامع هو الذي ذكرناه، المعنى الذي يشترك فيه الأصل والفرع، فإن هذا المعنى يسمى وصفا جامعا، وقد يسمى علة ولا بأس، واضح؟ لأن حتى الشبه الوصف فيه يدعيه صاحبه علة، واضح؟ يراه علة. قال: أنت قرأت هذا يا شيخ؟ أنت ما أنا قرأته؟ طيب. قال: ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا، مساواة علة الفرع لعلة الأصل، لأن هذا معنى القياس. القياس لماذا نقلت حكم الأصل إلى الفرع؟ فتقول: لأن المعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل موجود بعينه أو بنحوه، يعني بمعناه في الفرع، لكن المصنف رحمه الله قال ظنا، وفي ظني أنه لو قال ولو ظنا لكان أحسن، لأن العلة علة الأصل قد توجد في الفرع قطعا، واضح؟ فلو قال ولو ظنا يعني أقل الدرجات أن يكون ثبوت علة الأصل في الفرع عن طريق الظن، ولا يوجد غير ذلك، لأن وجود علة الأصل في الفرع إما أن يكون على سبيل القطع وإما أن يكون على سبيل الظن، وهما نوعا العلم، فإن العلم إما قطع وإما ظن. العلم بأي مسألة من مسائل العلوم كلها، الأحكام والعلل إما أن تكون قطعية وإما أن تكون ظنية، أقول في العلم حتى يصدق على أن صاحبها عالم بالمسألة، وإلا فالتصور قد يكون شكا وقد يكون وهما، فإدراك الأشياء لا يخرج عن أربعة أشياء أقسام، إدراك الأشياء لا يخرج عن أربعة أنواع.
سواء في المعاني أو في المحسوسات. واضح؟ القطع ويسمى العلم أو اليقين، الثاني الظن ويسمى الظاهر، الثالث الشك، الرابع الشك ويسمى المجمل أيضا أحيانا، الرابع الوهم. إذن عندنا علم وظن وشك وبهم، هذه أنواع الإدراك، أقسام إدراكنا للأشياء الحسية أو المعنوية، ومنها الأحكام الشرعية والعلل أيضا تصدق فيها الأربعة. اثنان من هذه الأربعة علم واثنان جهل، أيهما العلم؟ اليقين والظن كلاهما علم. ومسائل أي علم العلوم كالفقه مثلا مسائله إما معلومة قطعا كوجوب الصلاة وتحريم الربا إلى آخره، وإما ظن كالمسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف ويعتد فيها بالمخالف، فإن الحكم فيها سوف يكون على سبيل الظن يعني لا يوجد إجماع فيها. أما الشك تساوي الاحتمالين أو الوهم الذي هو عكس الظن فإنه يصدق في الاثنين أنهم إيش؟ جهل. فمن سئل أتعتد المطلقة بالحيض أو بالأطهار فقال لا أدري، تساوت عندي الأدلة، تكافأت عندي الأدلة، هل هذا عالم بالمسألة أو جاهل بها؟ هو جاهل بها حتى لو كان عالما بغيرها، لكن هو يصدق هنا في هذه أنه جاهل بها. والوهم الذي هو عكس الظن، يعني الوهم هو الاحتمال المرجوح، هو من باب أولى أن يسمى جهلا، أولى من الشك. وأظن من قبل عرفنا لكم الأربعة هذه، ليس كذلك؟ ما عرفنا لكم الأربعة هذه؟ ذكرناها يعني. طيب أذكرها الآن باختصار فقط، خلاص. الأول العلم هو إدراك الشيء من غير احتمال، إدراك الشيء من غير احتمال آخر، يعني لا يوجد احتمال آخر، هذا ماذا؟ العلم أو القطع أو اليقين. الثاني ما هو؟ الظن، إدراك الشيء مع احتمال آخر مرجوح، إدراك الشيء مع احتمال آخر مرجوح. إذن الظن أو الظاهر هو الاحتمال إيش؟ الراجح ولا المرجوح؟ الراجح، وإنما ضده أو عكسه أو نقيضه هو احتمال مرجوح. طيب الشك إدراك الشيء مع احتمال آخر مساو، إدراك الشيء مع احتمال آخر مساو. الأخير الوهم، من يعرف لنا بالنظر إلى الظاهر؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، جزاك الله خير. إذن الوهم إدراك الشيء مع احتمال آخر راجح. إذن الوهم عكس إيش؟ عكس الظن. إذن أول واحد ما هو؟ القطع أو اليقين أو العلم، يعني إدراك الشيء بنسبة كم؟ 100%. طيب والظاهر؟ نعم أحسنتم، 75 80 90 60. طيب والشك؟ 50%. والوهم؟ 20 30%. واضح؟ فالأولان من العلم والأخيران من الجهل. نعم. إذن لابد من مساواة علة الفرع لعلة الأصل ولو ظنا. فمثلا يعني أنت حين تقول يجري الربا في بيع التفاح بالتفاح قياسا على بيع البر بالبر لعلة جامعة وهي الطعم مثلا كونه مطعوما، فهذه العلة هل يقطع بها صاحبها؟ لا، لأن المسألة خلافية فيها خلاف طويل. فالعلة قد لا تكون الطعم فقط، قد تكون الكيل، أو الكيل مع الطعم، أو الطعم مع الادخار، أو الادخار. واضح؟ أقوال عدة. قال والقطع يعني قلنا من قبل أنه لو كانت ثابتة قطعا فلا شك، هذا لا شك يعني أتى بالشرط وزيادة، مثل لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فالعلة ليست الغضب، العلة في منع القاضي من إصدار الحكم بين الخصمين ليس خصوص الغضب، وإنما هو تشويش الذهن، تشويش الذهن. وحينئذ نقيس على الغضبان من؟
نعم، الجوعان، الظمآن، يعني جوعا شديدا، ظمأ شديدا، من أصابه حزن شديد فقد مثلا ابنه وصار الخصمان يتكلمان وهو ما يفكر إلا في فقيده، أو عنده جراحة شديدة أو ألم شديد أو حاجة يريد إدراك سفر ويخشى أن يفوته وغير ذلك، كل هذه تشوش الذهن. فهذا مثلا الذي يعاني من جراحة شديدة يئن أنينا وهو يسمع الخصمين، يجوز له أن يصدر الحكم، هو يسمع وما كأنه يسمع لشدة هذه الجراحة. العلة موجودة ظنا ولا قطعا في الفرع؟ علة الأصل في وجودها في الفرع ظنا ولا قطعا؟ هذا قطعا، قطعا موجود. قال ومساواة حكمه حكمه، لأن هذا هو معنى القياس، مساواة العلة للعلة ومساواة الحكم للحكم. لما وجدت علة الأصل في الفرع انتقل معها ما يلازم العلة وهو الحكم، فانتقل الحكم من الأصل إلى الفرع فاستويا فيه، أعني الفرع والأصل. قال والقياس جلي وخفي، الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، يعني وكانت أو كانت علته منصوصة أو مجمعا عليها. طيب قلنا والقياس، يقول المصنف رحمه الله والقياس جلي وخفي، الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، يعني أو كانت علته منصوصة أو مجمعا عليها وتحققت في الفرع، هذا القياس الجلي. لأن الجلي، القياس الجلي له صورتان، الصورة الأولى أن يقطع، يعني أن يقطع المجتهد بنفي الفارق بين الفرع والأصل كما مثلنا، تذكرون القياس بنفي الفارق. والصورة الثانية للقياس الجلي هو أن تكون العلة، علة الأصل يعني، منصوصة أو مجمعا عليها وتتحقق في الفرع، تكون موجودة فعلا في الفرع، فحينئذ لا شك أن القياس يكون جليا. مثال العلة المنصوصة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة وحجرين، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، حديث الصحيح، إنها ركس، هذا تنصيص على العلة صح؟ طيب فمثلا نقيس على الروثة مثلا الدم الجاف فإنه ركس، فهذا المنصوصة. المجمع عليها مثل ما مثلنا تشويش الذهن في يعني المأخوذ من حديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، فنقيس على الغضبان الجوعان جوعا شديدا والظمآن ظمأ شديدا ومن به جراحة أو هم أو حزن شديد إلى آخره، فإن هذه الأقسة أقسة جلية. طيب وسكت عن الخفي لأن الخفي عكسه. القياس الخفي هو ماذا؟ ما لم يقطع بنفي الفارق، ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو كانت علته اجتهادية، أو تقول وكانت علته اجتهادية، ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع وكانت علته اجتهادية. مثاله قياس الأشنان، نوع من الحبوب إذا حرك فيها الماء بقوة يصير لها رغوة مثل الصابون، فهذه للتنظف، لتنظيف البدن. قياس الأشنان على البر بجامع الكيل، كلاهما مكيل، كلاهما يباع كيلا، فيجري الربا في بيع الأشنان بالأشنان قياسا على بيع البر بالبر، فهل هذا قياس جلي أو خفي؟ هذا قياس خفي، لأننا ما نقطع بنفي الفارق. أولا العلة اجتهادية، أولا الكيل علة اجتهادية، لأن مسألة الربا الشارع نص فيها على الحكم وسكت عن العلة، فلا يزال العلماء يختلفون في علة الربا لأنها اجتهادية. ولم يقطع بنفي الفارق، إذ ربما يقال الأشنان يعني ليس مطعوما والبر مطعوم للآدمي، واضح؟ فهذا حينئذ إن صح فهو قياس خفي لا يبلغ مرتبة الجلي. قال ويجوز التعبد بالقياس عقلا، يعني كما جاز التعبد هنا بمعنى التكليف، أن كلمة التعبد هذه اللفظة تطلق في كتب الأصول ويراد بها في الغالب أحد معنيين، الأول الحجية مثل هذا الموضع، ويجوز التعبد أي الاحتجاج بالقياس عقلا،
ومثل ليش ويجوز قول الأصولين خبر الأحد يوجب التعبد به، واضح؟ فمعنى التعبد هنا ماذا؟ الحجية. ويأتي بمعنى التكليف، معنى ثاني للتعبد معنى التكليف. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع قبل النبوة؟ يعني مكلفا. فالمصنف رحمه الله ذكر أن التعبد بالقياس عقلا جائز، كما أنه جائز إيش؟ شرعا. وأمثلته كثير من الأمثال المضروبة في القرآن، بل قال بعضهم أن كل الأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، كما بدأكم تعودون، واضح؟ طيب. وقول القس بن ساعد الإيادي ماذا قال؟ قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا تدل على العليم الخبير؟ هذا قياس عقلي، ولهذا كان قبل ورود الشرع، قبل ورود الشريعة، فهو قياس عقلي. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.